صباح الخير بتوقيت العاصمة واشنطن. يوم جديد آخر في الولايات المتحدة يحمل كثيرا من المواضيع المتنوعة التي يتابعها العالم والأمريكيون بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم، ومنها في هذا الصباح كبير مستشاري الرئيس الأمريكي المنتخب لشؤون الشرق الأوسط يكشف عن أبرز سياسات ترامب خلال ولايته المقبلة وأهم التطبيع بين السعودية وإسرائيل، إضافة إلى الوصول إلى سلام دائم في المنطقة. الصين تحذر الولايات المتحدة مما وصفته بتجاوز الخط الأحمر الأول فيما يتعلق باستقلال تايوان، وتفرض عقوبات على شركات أمريكية بسبب بيع أسلحة لتايوان. أيضا في هذا الصباح، لأول مرة في تاريخها سعر البيتكوين يتخطى عتبة $100,000، والعملة تسعى لأن تكون أكثر تداولا ومصداقية. ونختم أيضا هذا الصباح بأخبار الرياضة. انظار عشاق الكرة تتجه نحو ميامي مكان قرعة كأس العالم للأندية في نسختها الأولى، وتطلعات لبطولة جديدة تجمع 32 فريقا من مختلف القارات. إذن تلك هي عناوين الصباح. أما عن عناوين الصحف الأمريكية فنذهب إلى الزميلة زينة لنتعرف على هذه العناوين. صباح الخير زينة، أهلا بك، تفضلي. صباح الخير الحسن، صباح الخير مشاهدينا أينما كنتم. هذه جولة إذن كما ذكر زميلي في الصحف الأمريكية. نبدأ من صحيفة الواشنطن بوست والتي كتبت تحت عنوان تاريخ هيكسيث مع الكحول يلقي بظلاله على اختياره وزيرا للدفاع. هذه الصحيفة تقول إن اختيار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بيت هيكسيث لتولي منصب وزير الدفاع كان من شأنه أن يقود شخص جيشا يفرض عقوبات شديدة على من يتناول الكحول أثناء تأدية واجبه. وبحسب رواية هيكسيث فقد بدأ شرب الكحول بشكل مفرط بعد مواجهة مع الموت أثناء خدمته في العراق مع وحدة مشاة في الجيش قبل نحو 20 عاماً. نبقى في ذات الصحيفة الواشنطن بوست والتي كتبت مقالا تحت عنوان الأغلبية الهزيلة للحزب الجمهوري في مجلس النواب قد تعقد خطط ترامب السياسية. تقول الصحيفة إن الجمهوريين سيدخلون إلى مجلس النواب الجديد بأغلبية أضيق مما توقعه الكثيرون، مما قد يعقد جهود رئيس المنتخب دونالد ترامب لإقرار خططه السياسية بسرعة. وتوضح الصحيفة أن الجمهوريين قد يلجؤون إلى أصوات بعض الأعضاء من الحزب الديمقراطي المنافس للموافقة على مشاريع القوانين التي سيطرحها المجلس للتصويت. الآن ننتقل إلى صحيفة نيويورك تايمز والتي كتبت تحت عنوان لليوم الثاني مطاردة قاتل مسؤول تنفيذي كبير في مجال الرعاية الصحية في منهاتن. تناولت الصحيفة قضية مقتل برايان تامسون الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد هيلث كير في منهاتن في نيويورك، حيث تواصل الشرطة لليوم الثاني على التوالي مطاردة القاتل الذي أطلق النار على تامسون في ظهره أمام فندق هيلتون ميد تاون في نيويورك. وتقول الشرطة إن القاتل استخدم مسدسا كاتما للصوت ووصفت ما جرى بأنه عملية اغتيال. نختم هذه الجولة مع صحيفة وول ستريت جورنال والتي كتبت مقالا تحت عنوان أسئلة العفو عن ابنه تلاحق بايدن في أنغولا. طغى العفو المثير للجدل الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن عن ابنه هانتر على زيارته الخارجية الأخيرة، وكان من المفترض أن تكون هذه الزيارة بمثابة حجر الزاوية في جهود إدارته لتعزيز العلاقات مع الدولة الغنية بالنفط وتسليط الضوء على الاستثمار الأمريكي في المنطقة للرد على نفوذ الصين. لكن الصحفيين ركزوا في أسئلتهم على قضية عفو الرئيس عن ابنه هانتر والذي يحكم بتهمة التهرب الضريبي.
كانت هذه أبرز المواضيع التي جاءت في الصحف الأمريكية لهذا الصباح. عودة إلى الزميل الحسن لنتابع معه المزيد في هذا البرنامج الصباحي. شكراً زينة. الآن نفتح الملف الأول، حيث كشف كبير مستشاري الرئيس الأمريكي المنتخب لشؤون الشرق الأوسط والعالم العربي مسعد بولس أن ترامب سيركز خلال ولايته المقبلة على التطبيع بين السعودية وإسرائيل، مشيرا إلى أن الأولوية تتمثل في استئناف المناقشات حول اتفاقيات إبراهام. بولس لفت في حديث صحفي إلى أن الأولوية في غزة يجب أن تمنح للإفراج عن الرهائن لدى حماس، موضحا أن إطلاق سراحهم غير مرتبط بالتوصل لوقف لإطلاق النار. أما فيما يتعلق بإيران، فلفت بولس إلى أن أولويات ترامب تتعلق بمنع طهران من الحصول على سلاح نووي ومعالجة ملفي الصواريخ الباليستية ووكلائها في الشرق الأوسط. من واشنطن ينضم إلينا مراسل الحرة هشام بورار. هشام، أهلا بك، صباح الخير هشام. هشام، صباح الخير. ما هي السياسة التي سيركز عليها ترامب حقيقة في الشرق الأوسط، خصوصا مع الإكثار من ذكر هذه النقاط الذي ذكرها بولس أيضا؟ وطبعا هناك شيء مختلف عن إدارته السابقة وتوجهه في ولايته الأولى، فرضته الظروف الجديدة. طبعا وقتها لم تكن هناك حرب في غزة، لم تكن هناك أزمة رهائن محتجزين لدى حماس. دعنا نبدأ من ما هو عناصر تشابه بين السياسة التي والملامح هذه السياسة المعروضة حاليا على لسان مسعد بولس وسياسات الرئيس ترامب في ولايته الأولى تجاه الشرق الأوسط. أولا، التطبيع مع السعودية يتصدر أولويات الرئيس الأمريكي، وكما يقول بولس أن الرئيس المنتخب يقول بأنه إذا انضمت السعودية فهناك 12 دولة أخرى عربية ستحذو حذوها وتطبع العلاقات مع إسرائيل. وأيضا الجديد هذه المرة هو التركيز والإشارة والحرص على الإشارة، ويتماشى تماما مع ما تسرب في الآونة الأخيرة، هو أن السعودية يقول لا تطالب هذه المرة بإقامة دولة فلسطينية كشرط للتطبيع مع إسرائيل. عنصر التشابه الآخر هو سعي ترامب مرة أخرى من أجل اتفاق نووي مع إيران شامل أكثر قيودا، وعبر فرض سياسة ما يصفها بسياسة الضغوط القصوى لإجبار إيران على القبول باتفاق مختلف تماما على الاتفاق النووي مع إيران العام 2015، ويركز على مآخذ ومخاوف الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، وهو طموحات النووية الإيرانية، عدم السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي، كبح النفوذ الإيراني في المنطقة، الصواريخ الباليستية، منع إيران من استخدام هذه الصواريخ، وأيضا تقييد حركة وتمويلها للميليشيات الموالية لها في المنطقة. على المستوى المختلف والاختلافات التي كما ذكرنا فرضها ظروف الساعة الآن، هو المختلف عن أيضا الرئيس جو بايدن هذه المرة، و
في إنشاء التطور أيضا رأيناه في هذه الإدارة الحالية لجو بايدن مؤخرا، والتركيز أكثر على الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس دون ربط هذا الهدف بأي شروط أخرى كما رأينا في السابق، حتى أن بولس يقول إن الإفراج عن الرهائن يجب أن يكون في إطار وقف إطلاق نار قصير الأمد مؤقت، وليس وقف إطلاق نار تام كما كان الحال في خطة المراحل الثلاثة التي كشف عنها الرئيس جو بايدن. مسألة أخرى أيضا سمعنا مؤخرا من إدارة الرئيس بايدن الحديث عن اليوم التالي في غزة لا يبدو أولوية بالنسبة لإدارة الرئيس المنتخب، يقول إن الإفراج عن المحتجزين مرة أخرى لا يجب أن ويجب أن يكون منفصلا عن الحديث عن غزة وإعادة بناء غزة بعد الحرب. نعم أشكرك شكرا جزيلا هشام برار مراسل حرة من واشنطن. قالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين قررت فرض عقوبات على 13 شركة صناعية عسكرية أمريكية ومديرية تنفيذيين ردا على بيع الولايات المتحدة أسلحة لتايوان. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الصينية أن بيع الأسلحة لتايوان يقوض سياسة وسيادة الصين ووحدة أراضيها. إن قضية تايوان تقع في قلب المصالح الأساسية للصين، وقد أعلنت الولايات المتحدة مراراً وتكراراً عن مبيعات طارئة للأسلحة إلى تايوان في انتهاك خطير لمبدأ الصين الواحدة، ووفقاً للأحكام ذات الصلة من قانون مكافحة العقوبات الأجنبية لجمهورية الصين الشعبية، قررت الصين اتخاذ إجراءات مضادة ضد الشركات الصناعية العسكرية الأمريكية وكبار المسؤولين التنفيذيين فيها. في سياق ذاته أيضا قال الرئيس التايواني لاي تشينغ تي إن الشراكة بين تايوان والولايات المتحدة صلبة كالصخر. وأضاف خلال زيارة إلى غوام الجزيرة التابعة للولايات المتحدة والتي أثارت غضب بكين أن بلاده وواشنطن شركاء ويدافعان سويا عن الديمقراطية. وعلى صعيد متصل أجرى الرئيس التايواني خلال زيارته لغوام اتصالا هاتفيا برئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري مايك جونسون بحسب ما أعلنته تايبي. للمزيد من النقاش معنا هنا في الاستوديو الزميل المحرر في غرفة الأخبار رفيق طرابلسي. رفيق صباح الخير. صباح الخير. ما الذي أغضب الصين هذه المرة حتى وصلت لأن تفرض عقوبات على شركات؟ ماذا يقول المراقبون بهذا الشأن؟ نعم بالفعل الصين تفرض عقوبات على 13 شركة أمريكية مختصة في صناعات الأسلحة. الصين تقول أن هذا القرار جاء بعد أن قدمت واشنطن أو عقد صفقة بين واشنطن وهذه الشركات مع تايوان بقيمة 387 مليون دولار الشهر الماضي أسلحة لتايوان، لكن يبدو أن رد الفعل هذا جاء بعد الشهر. فلماذا اليوم وصباح هذا اليوم الصين اتخذت هذا القرار؟ يبدو أن وحسب العديد من المراقبين هذا القرار جاء بعد اتصال رئيس تايوان برئيس مجلس النواب مايك جونسون هاتفيا عند زيارته لغوام، لجزيرة غوام التابعة للولايات المتحدة. كما هو معلوم الصين ترفض اتصال المسؤولين أو ممثلين أو أي أشخاص من تايوان بأي جهات أجنبية باعتبار لأنها تعتبر أن تايوان هي يعني داخل يعني أراضيها أو هي تابعة لها، فلا يحق لأي شخص الاتصال بجهات أجنبية. كذلك لسبب آخر، زيارة رئيس الوزراء أو رئيس تايوان إلى غوام هو
أثار غضب الصين، أو الصين حذرت من هذه الزيارة حتى قبل ذهابه إلى هناك، لأن غوام هي تعتبر قاعدة عسكرية جوية للولايات المتحدة هامة جدا وقريبة من السواحل الشرقية للصين ولمنطقة بحر الصين بصفة عامة، وخاصة بعد وصول غواصة هجومية تعمل بالطاقة النووية إلى هذه القاعدة خلال الأسابيع الماضية. إذن هي الرد الصيني هو رد على التحركات من المسؤولين التايوانيين واقترابهم أكثر من الولايات المتحدة، وخاصة اتصالهم بمسؤولين من الولايات المتحدة، وفي نفس الوقت هي رسالة ربما للإدارة القادمة، إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب في طريقة التعامل مع هذا الملف المعقد نوعا ما، خاصة وأن ترامب وبالرغم من أنه أعلن صراحة أنه مستعد للدخول في حرب تجارية مع الصين، في نفس في المقابل قال أنه غير مستعد لمواصلة مساعدة تايوان عسكريا وماليا بالطريقة التي قامت بها إدارة الرئيس بايدن، إذ أن ترامب يقول أن على تايوان تقديم أو دفع ثمن هذه الحماية التي تقدمها الولايات المتحدة لها. إذن هناك مفارقة صعبة بالنسبة لتايوان في التعامل مع الصين تحت إدارة الرئيس المنتخب ترامب. تماما، مفارقة كبيرة جدا، ولكن لعل الأيام في المستقبل ستبين كيف سترسم هذه الصورة الجديدة في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين وتايوان. شكرا جزيلا رفيق طرابلسي المحرر في غرفة أخبار الحرة، شكرا لك. شكرا. أفاد مصدر أمريكي رفيع بأن بيانات لعدد كبير من الأمريكيين قد قرصنت بالفعل على يد مجموعة صينية تعرف باسم سولت تايفون، ورفض المسؤول في اتصال مع صحفيين تحديد عدد المتضررين في الهجوم الإلكتروني، لكنه تحدث عن أن الحضور المستمر للصين في شبكات الاتصالات الأمريكية يمثل مصدر خطر دائم للقرصنة الإلكترونية. مستمرون معكم في أمريكا هذا الصباح، ولكن هناك فاصل، بعد الفاصل ماذا لدينا زينة؟ أكيد الحسن، مواضيع كثيرة وعديدة سنتابعها بعد الفاصل، منها ترامب يعلن تعيين ديفيد ويرنتون مستشارا قانونيا للبيت الأبيض لإدارته الجديدة، نتابع بعد الفاصل. مجدد الترحيب بكم مشاهدينا، الآن هذه جولة في أهم الأخبار العالمية. إذن أقر الجيش أو جيش النظام السوري بخسارته لمدينة حماة الاستراتيجية، رابع كبرى مدن البلاد، بعد وقت قصير من إعلان فصائل معارضة دخولها إلى أحيائها لأول مرة منذ اندلاع النزاع في البلاد عام 2011. وأعلن الجيش في بيان أنه خلال الساعات الماضية ومع اشتداد المواجهات مع من وصفهم بالجماعات الإرهابية، تمكنت تلك المجموعات من اختراق محاور عدة في المدينة ودخولها، مضيفا أنه حفاظا على أرواح المدنيين قامت الوحدات العسكرية بالمدينة بإعادة الانتشار والتموضع خارجها. أفاد مراسل الحرة نقلا عن مصادر طبية بمقتل 3 أشخاص باستهداف مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في محيط مقبرة الشجاعية شرقية مدينة غزة. وفي وقت سابق ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن 6 قتلى سقطوا في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط القطاع ومدينة رفح بالجنوب، كما قتل عدد من الفلسطينيين في سلسلة غارات جوية على محيط مستشفى كمال عدوان في بيت لاهية شمالية قطاع غزة. وذكر الدفاع المدني أن القتال المستمر في مدينة بيت لاهية منذ شهرين تسبب بتفريغها من السكان. قالت منظمة العفو الدولية إن بحوثها وجدت أدلة وافية تثبت أن إسرائيل قد ارتكبت ولا تزال جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وخلال مؤتمر صحفي في مدينة لاهاي الهولندية، قالت أنيس كالامار الأمينة العامة للمنظمة إنه تم التوثيق وبوضوح أن إسرائيل ارتكبت أفعالا تحظرها اتفاقية منع الإبادة الجماعية بقصد خاص ومحدد، وهو تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة حسب تعبيرها. وأضافت كالامار أن هذه الأفعال شملت قتل الفلسطينيين في القطاع وإلحاق أذى بدني ونفسي بهم وإخضاعهم عمدا لظروف معاشية يراد بها تدميرهم المادي. وبحسب كالامار فعلى مدى شهور ظلت إسرائيل تعامل الفلسطينيين وكأنهم فئة دون البشر لا يستحقون حقوقا إنسانية ولا كرامة. من جانبها وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية بخصوص غزة بالمزيف والذي يستند إلى أكاذيب. وأشارت الوزارة في بيان إلى أن ما وصفته بالهجوم الوحشي في 7 أكتوبر العام الماضي ارتكبته حماس ضد مواطنين إسرائيليين لا يزالون يتعرضون لهجمات من 7 جبهات مختلفة، مؤكدة أن إسرائيل تدافع عن نفسها ضد هذه الهجمات وفقا للقانون الدولي. أعلن الجيش الإسرائيلي أن وحداته تواصل انتشارها جنوبي لبنان ضمن إطار شروط وقف إطلاق النار، حيث تقوم بتدمير بنى تحتية لحزب الله وبتصفية من تصفهم بعناصره المسلحين. هذا وأفادت مصادر أمنية لبنانية أن الجانب الإسرائيلي يخرق اتفاق وقف إطلاق النار عبر تفجير منازل واستهداف مبان بالقصف المدفعي واستمرار التوغل البري ومنع أبناء المناطق الحدودية من العودة إليها. يأتي ذلك في وقت أعلنت خلاله لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار أنها ستعقد اجتماعها الأول يوم السبت المقبل في منطقة رأس الناقورة الحدودية. صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع على مشروع قانون يعرف باسم قانون فلدشتاين، يمنح حصانة من الملاحقة القضائية لأفراد المؤسسة الأمنية الذين ينقلون معلومات سرية إلى رئيس الوزراء أو الوزراء المختصين دون الحاجة إلى إذن مسبق من رؤسائهم. وقد أثر مشروع القانون سلسلة اعتراضات أبرزها للمستشارة القضائية للحكومة والتي اعتبرت أنه قد يؤدي إلى تدخل سياسي غير لائق في الإجراءات الجنائية، في حين اعتبر الناطق باسم الجيش دانيال هاجاري أن إقرار القانون سيكون خطيرا على الجيش الإسرائيلي. نقل مراسل الحرة في السودان عن منصة نداء الوسط قولها إن حصيلة الضحايا من المدنيين إثر هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة التبون بولاية النيل الأبيض ارتفع إلى 22 قتيلا. وأضافت المنصة المدنية غير الحكومية أن الهجوم تسبب إلى جانب إصابة وأسر عدد من السكان المحليين بنزوح جماعي لسكان المنطقة وسط مخاوف من تمدد الدعم السريع في مناطق محلية أو في مناطق محلية الجبلين بالولاية. من جانبها قالت مصادر محلية سودانية إن الجيش دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة لصد هجوم قوات الدعم السريع.
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تعيين ديفيد وارنتون مستشارا قانونيا للبيت الأبيض في إدارته الجديدة والتي ستتسلم السلطة في 20 يناير المقبل. ويحل وارنتون محل جوزيف ماكنلي الذي سينضم إلى وكالة الكفاءة الحكومية والتي يقودها إيلون ماسك. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال إن ديفيد سيتولى قيادة مكتب المستشار القانوني للبيت الأبيض وسيعمل كمحام الرئيس. ووصف منشور ترامب وارنتون بأنه مثله بشكل جيد كمحام شخصي له وكمستشار عام لحملته الرئاسية، مشيرا إلى أنه محام مرموق وقائد محافظ. قالت وسائل إعلام أمريكية إن رئيس المنتخب دونالد ترامب يدرس ترشيح حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتيس بدلا من بيت هيكست لمنصب وزير الدفاع. ووفقا لول ستريت جورنال فإن السبب وراء التغيير المحتمل هو أن هيكست مقدم البرامج السابق في قناة فوكس نيوز يواجه تدقيقا متزايدا بشأن مزاعم اعتداءات جنسية. من جانبها قالت أسوشيتد بريس إن هيكست أمضى اليوم في الكابيتول حيث عقد لقاءات مع أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري. التقت السيدة الأولى للولايات المتحدة جيل بايدن والدة رئيس دولة الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي بإطار جولتها العالمية للحديث عن الجهود العالمية لمكافحة السرطان. بايدن ناقشت مع الشيخة فاطمة أهمية رفع معدلات الفحص المبكر للسرطان بين النساء الإماراتيات، وأشارت إلى التحسن الكبير في هذه المعدلات مع التركيز على ضرورة التشخيص المبكر. وأكدت بايدن أن الصحة يجب ألا تكون قضية سياسية، مبرزة دور التقنية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في تحسين علاجات السرطان. ومن أبو ظبي ينضم إلينا مراسل الحرة من هناك بلال الفارس. بلال أهلا بك. إذا حدثنا عن أبرز ما تحمله جيل بايدن في زيارتها إلى قطر والإمارات، ولماذا تم تحديد هاتين الدولتين في جدولها؟ نعم، نتواجد هنا في مقر انعقاد قمة ملكن للشرق الأوسط وإفريقيا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. انتهت قبل قليل السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن من إلقاء كلمتها التي يعني ركزت فيها خلال هذه القمة، والتي استمرت لمدة نحو 20 دقيقة، على مبادرة البيت الأبيض لأبحاث صحة المرأة. وهي طبعا مبادرة بطبيعة الحال أطلقتها السيدة الأولى العام الماضي، وتهدف إلى زيادة ضخ التمويل الأبحاث فيما يتعلق بالأمراض المتعلقة والتي تتعلق بالمرأة وصحتها، ومنها أيضا خصوصا أمراض السرطان. يعني في هذه الكلمة سلطت الضوء على هذه المبادرة، وقالت إن هذه المبادرة تهدف لدعم الأبحاث المتعلقة بالقضايا الصحية الفريدة التي تؤثر على النساء، أمراض القلب، سرطان الثدي، الصحة النفسية. تسعى المبادرة بطبيعة الحال منذ إنشائها العام الماضي إلى سد الفجوات في الأبحاث الطبية وتطوير الاستراتيجيات المبتكرة لتحسين صحة المرأة على المستوى الأمريكي والعالمي. وتركز المبادرة على ضمان توفير رعاية صحية شاملة وعادلة للنساء، مع تعزيز الوصول إلى الخدمات الوقائية العلاجية. يعني كلمة السيدة الأولى الأمريكية تركزت لتسليط الضوء على هذه المبادرة، والتي أيضا تهدف من خلال الولايات المتحدة ومن خلال عدة جهات فيدرالية إلى حشد التبرعات لدعم الأبحاث المتعلقة بصحة المرأة. هنا هذه القمة كانت المحطة الأخيرة للسيدة الأولى في دولة الإمارات في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ثم ستنتقل بعدها للسفر إلى قطر، حيث
أيضا سيكون هناك مجموعة من الفعاليات تسلط الضوء على الصحة والتعليم في وتعزيزهما في المجتمعات. منذ الصباح الباكر كان هناك مجموعة من الفعاليات على جدول أعمال السيدة الأولى، تخللها زيارة جولة ثقافية إلى قصر الحصن، وهو يعني عبارة عن متحف في العاصمة الإماراتية أبوظبي، يحكي تاريخ العاصمة وبداية تشكل الحياة في العاصمة الإماراتية. انتقلنا بعد ذلك بصحبة السيدة الأولى لمستشفى كليفلاند كلينيك أبوظبي، حيث سلطت الزيارة هناك على التعاون ما بين الولايات المتحدة وأيضا دولة الإمارات في مجال الرعاية الصحية. هذا المستشفى بطبيعة الحال يوفر خدمات الرعاية الصحية، وهو من الولايات المتحدة، مقره الرئيس في الولايات المتحدة، يوفر هذه الرعاية الصحية هنا في دولة الإمارات، بما يعني تسهيل عملية تلقي العلاج والرعاية الطبية. نعم. على المرضى. واضح. وتكبدهم عناء السفر لآلاف الأميال. شكرا. إذن هي زيارة لك. تركز بالمقام الأول على صحة المرأة. ممتنة لك كثيرا مراسل الحرة من أبو ظبي بلال فارس، شكرا جزيلا لك. الآن مشاهدينا هذه انتقالة إلى غرفة الأخبار مع زميل حيدر المحرابي ليطلعنا على أبرز ملفات الحرة الليلة لهذا اليوم. صباح الخير حيدر، ماذا لدينا هذا اليوم من ملفات لديك ستطلعنا عليها؟ أهلا زينة، صباح الخير إليك وصباح الخير الحسن. مواضيع كثيرة الحقيقة سنتناولها هذا اليوم في الحرة الليلة. نناقش طبعا التطورات الحاصلة في سوريا، استمرار المعارك بين قوات النظام و المعارضة المسلحة، إلى أين تسير الأوضاع في سوريا نتساءل، وأيضا ماذا عن الأزمة الإنسانية التي تحدثت عنها الأمم المتحدة الحاصلة بسبب هذه المواجهة. زينة، أيضا سنتحدث عن التطورات في قطاع غزة. هناك تصريحات كانت لمسعود بولس، هل سنشهد أي اتفاق هدنة بين حماس وإسرائيل؟ وأيضا نتساءل إذا ما كان ذلك سيحصل قبل دخول ترامب إلى البيت الأبيض. أيضا من ضمن المواضيع التي سنتناولها اتهام منظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ماذا سيترتب على هذا الاتهام، وهل هذا سيمهد الطريق لمحاكمة ضباط ومنتسبين في الجيش الإسرائيلي الذين يعني خاضوا المعارك وعملوا في قطاع غزة. الساعة الثانية طبعا سنستمر في التغطية الخاصة إيران صناعة الفوضى، نتساءل كيف استطاعت إيران الموازنة بين مصالحها السياسية والاقتصادية في علاقتها مع دول الجوار، وأيضا كيف هي طبيعة علاقة إيران مع رجال الأعمال الإيرانيين الذين يقيمون في هذه الدول. في مالطا أيضا سنتناول ما جرى بين وزيري الخارجية الأمريكي والروسي، هل سيستمر هذا التصعيد بين الجانبين في ظل إدارة الرئيس الحالي جو بايدن على ما تبقى لها من وقت، وهل هذا سيتغير في الإدارة المقبلة؟ أيضا في الرياضة سيكون لنا وقفة خاصة بقرعة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة العام المقبل. إذن مواضيع مختلفة زينة سنتناولها هذا اليوم في الحرة الليلة. بالتأكيد سنبقى ونتابع بانتظار. شكرا جزيلا لك حيدر. مشاهدينا الكرام مستمرون وإياكم في أمريكا هذا الصباح. عودة إلى الزميل الحسن الحدادي. حسن، ماذا لدينا بعد هذا الفاصل؟ لدينا الكثير بالفعل من الأخبار المنوعة في الشق الأخير من هذه الساعة. من هذه الأخبار، تقرير لوزارة العدل الأمريكية يقول إن شرطة ممفيس استخدمت القوة بشكل مفرط ضد السكان السود، ويشير إلى تعرض الأطفال إلى مواجهة عدوانية مع ضباط الشرطة. أهلا بكم مشاهدينا مجددا في أمريكا هذا الصباح. الآن نفتح الملف الاقتصادي في الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن تفتتح الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الخميس على انخفاض بعد أن أغلقت عند أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم أمس.
وانخفضت العقود الآجلة للمؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة نيويورك بشكل طفيف اليوم، ما يشير إلى معنويات حذرة في وول ستريت. يأتي هذا تذبذب في العقود الآجلة الأمريكية بعد أن حاول رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التقليل من توقعات خفض أسعار الفائدة بسرعة، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن سوق العمل قوي إلا أن التضخم قد ارتفع قليلا. من جهة أخرى، أشارت العديد من التقارير لمؤسسات مالية كبرى إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيقوم خلال الأسابيع القادمة بخفض سعر الفائدة بربع نقطة. أما فيما يتعلق بالعملات الرقمية، تخطى سعر عملة البيتكوين الرقمية عتبة $100,000 للمرة الأولى في تاريخها، بدفع من الآمال المعقودة على التشريعات التي سيسنها رئيس المنتخب دونالد ترامب والتي ستعطي العملات المشفرة أهمية اقتصادية. ويساهم هذا المستوى الذي لم يكن من الممكن تصوره قبل 16 عاما عندما أنشئت العملة، في منح مصداقية أكبر لقطاع الوصول الرقمية الذي يكون في بعض الأحيان موضع جدل، والذي يرى في عودة ترامب إلى البيت الأبيض فرصة ذهبية، خصوصا مع إيلون ماسك إلى جانبه. وكان ترامب تعهد بجعل الولايات المتحدة العاصمة العالمية للبيتكوين والعملات الرقمية. المزيد حول هذا الموضوع معنا زميل المحرر في غرفة الأخبار تمام الجاسم. تمام، أهلا بك، صباح الخيرات والليرات نفس ما كنت تقول قبل الهواء بشوية. تمام، ما هذا الارتفاع المفاجئ للبيتكوين، وهل هناك حذر ما زال بعد هذا الارتفاع القوي في يوم واحد فقط؟ بالتأكيد حسن، هذه لأول مرة في تاريخ هذه العملة التي أنشئت عبر الإنترنت بدون أي أصول مالية، بدون أي سند حتى قانوني، أنشئت على الإنترنت وتداول فيها الناس منذ 16 عاما، وها هي الآن تصل إلى 100,000، أكبر رقم ممكن أن تسجله عملة رقمية بتاريخ الاقتصاد الرقمي. هناك عوامل بالتأكيد تدفع هذه العملة إلى الارتفاع. بداية، هي هذه الموجة التي شهدناها منذ الإعلان عن انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القادم إلى البيت الأبيض، ودعمه العلني لهذه العملات المشفرة جعل أمريكا عاصمة تصنيع هذه العملات ونشرها حول العالم، وبالتالي أخذت هذه العملات المشفرة وعلى رأسها البيتكوين، والتي بالمناسبة حتى ترامب وعائلته وشركاته استثمرت فيها وأنشأت عملة رقمية خاصة فيهم، لديهم أصبح عملة رقمية. فإذن هذه العوامل هي نتاج هذا الصعود الذي بدأ أو لاحظناه منذ قدوم ترامب. زادت عن 50% هذا الارتفاع، لكن ما حصل اليوم أو أمس، أولا تعيين بول إيتكنز رئيسا للجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة الأمريكية، هذه اللجنة التي تسيطر على كل القوانين التي تحكم الأسواق المالية وتحكم التعاملات فيها. بول هو من الأشخاص المشجعين جدا للعملات المشفرة، على عكس خلفه الذي سيخلفه جيري جرونسلر، الذي كان من
من أشد المناهضين لهذه العملات المشفرة على اعتبار أنها لا تحمل أي شيء جديد للاقتصاد امتدادا طبعا لسياسة الرئيس بايدن حاليا. طيب لكن تمام الآن على ماذا تعقد الآمال في المستقبل؟ لذلك الآن هناك نشوة لدى كل من يتداول البيتكوين، على ماذا تعقد الآمال؟ ما الذي من الممكن أن يفعله ترامب وإيلون ماسك أيضا لهذه العملة؟ بالتأكيد الحسن، هذه العملات عندما تنظم بشكل رسمي من قبل هيئة حكومية، بل هي أكبر هيئة حكومية في العالم، أنت تتكلم عن الحكومة الفيدرالية الأمريكية، عندما يتم تنظيمها، عندما تؤخذ كأصل من أصول البنك الفيدرالي الأمريكي، بالتأكيد ستأخذ دفعة قوية من قبل المستثمرين ومن قبل هذه المؤسسات الفيدرالية التي ستضخ ربما مليارات الدولارات لشرائها، والقوانين التنظيمية التي ستسمح بصك هذه العملة في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن كانت تحارب، يمنع عليها أن يتم إنشائها أو استثمار فيها في الولايات المتحدة إلا ضمن ضوابط كانت جدا محددة. اليوم هناك صندوق استثماري، صندوق بلاك روك، وصل إلى 50 مليار دولار فقط بالاستثمارات بهذه العملات. هذا شيء يدفع الناس إلى الاستثمار بهذه العملات، بالإضافة إلى المؤسسات التي ستحذو هذا الصناديق أو حذو هذه الصناديق التي استثمرت. شكرا جزيلا تمام الجاسم الزميل المحرر في غرفة الأخبار، شكرا لك. الآن من الاقتصاد إلى الرياضة، حيث تنطلق اليوم على الساعة الواحدة بتوقيت الشرق الأمريكي، السادسة مساء بتوقيت غرينتش في مدينة ميامي، قرعة كأس العالم للأندية في نسختها الأولى. القرعة تضم للمرة الأولى 32 ناديا من مختلف القارات، ويمثل العرب فيها أندية من الثلاثية الأفريقية، الأهلي المصري، الوداد المغربي، الترجي التونسي، والثنائي الآسيوي، الهلال السعودي، العين الإماراتي، وناديان أمريكيان هما إنتر ميامي وهو فريق النجم ميسي وسياتل ساندرز. وسيتم توزيع الفرق المشاركة في البطولة على 8 مجموعات، بحيث تضم كل واحدة 4 فرق فقط، وتتوزع مباريات البطولة التي ستنطلق في 15 من شهر يونيو المقبل على أغلب مدن الساحل الشرقي للولايات المتحدة، مع 2 مجموعات في كل من سياتل ولوس أنجلوس. المزيد معنا هنا في الاستوديو زميل المنتج في غرفة الأخبار نزار الأكحل. نزار أهلا بك. مرحبا حسن. صباح الخير. صباح النور. ما الجديد في هذه البطولة هذه المرة في الولايات المتحدة؟ البطولة انتظرها الجميع بما أنها الحسن هي النسخة الأولى من كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة. نعلم بأن هذه البطولة كانت لأصحاب ألقاب القارات، لكنها الآن ستضم 32 فريقا من كافة قارات العالم، 12 فريقا من القارة الأوروبية، يتقدمهم ريال مدريد، مانشستر سيتي، البايرن، باريس سان جيرمان، ومن العالم العربي كما ذكرنا 5 أندية عربية، القارة الآسيوية الهلال والعين الإماراتي، هنا تحدث عن الهلال السعودي، وفي القارة
البطولات الأفريقية، الأهلي المصري، الوداد المغربي وترجي التونسي. هي بطولة كبيرة، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جاني انفانتينو يراهن على هذه البطولة لأنها تأتي قبل سنة من كأس العالم المقبلة أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية التي ستدور كما نعلم في عام 2026 وستكون لأول مرة ب 62 منتخبا. هذه البطولة هي رهان بالنسبة لانفانتينو الذي يريد إقامتها بعد أن عرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. عرض هذه البطولة بشدة لأنها الحسن تأتي في فترة راحة للاعبين، نعلم بأن المواسم تنتهي في نهاية شهر مايو، بالتالي شهر جون وشهر جولاي يكونان للراحة، لكن هذه البطولة الآن ستدور وأيضا تعتبر بمثابة بروفة للولايات المتحدة الأمريكية قبل سنة كما ذكرنا، والجميع يريد أن يرى الملاعب هل هي جاهزة، القدرات على استقبال عدد كبير من المشجعين، نعلم أعداد كبيرة من المشجعين العرب ستأتي، وهي بطولة هامة واليوم كما ذكرت ستكون البداية في ميامي. طيب نزار، لماذا التركيز على الشرق الأمريكي؟ هل هناك دلالة معينة؟ هل الملاعب في هذه المنطقة جاهزة أم التوقيت؟ يعني لماذا التركيز على هذه المنطقة؟ بالفعل سؤال مهم الحسن. المدن، أغلب المدن التي اختارها الاتحاد الأوروبي يمكن أن نشاهد الخارطة، الخارطة المدن مقيمة موجودة تم اختيارها على الساحل الأمريكي، نتحدث عن واشنطن، عن نيوجيرسي، عن نيويورك، عن شارلوت، عن ميامي، عن أورلاندو، فقط نشاهد هذه الخريطة الحسن. عملية الاختيار ربما اختارها الفيفا لكي يكون عامل التوقيت مهما جدا بالنسبة للقارة الأوروبية والعالم العربي والشرق الأوسط وآسيا، بما أن هذه المباريات ستدور في تقريبا في الظهيرة أو على الساعة الثانية بالتوقيت الأمريكي، مع فارق التوقيت في الصيف سيكون 5 ساعات، فبالتالي صحيح. هي مباريات في السهرة فقط. هناك سياتل ولوس أنجلوس ستكون فيهما مجموعة من المباريات، ستكون تنقلات مهمة صعبة بالنسبة للمشاهدين العرب. فقط للتذكير فريقان أمريكيان الحسن يشاركان في هذه البطولة كما ذكرت، هو إنتر ميامي الذي يلعب فيه النجم الأمريكي ليونيل ميسي، وأيضا سياتل واندرس، يعني مباراة يعني بطولة مهمة للأندية الأمريكية أيضا. طيب فيما يتعلق بالعرب والمشاركة العربية وأيضا الحضور العربي المتوقع، خصوصا وأنها تأتي في فترة العرب يأتون غالبا إلى الولايات المتحدة في هذه الفترة صحيح. لتغيير الأجواء كما يقال، ما هو المتوقع من هذه المشاركة سواء الأندية وكذلك أيضا الجمهور؟ نعم، بالنسبة للأندية أبدأ لك بالأندية العربية. كما ذكرت تم وضع الأندية العربية، هنا أتحدث عن الأهلي المصري بطل القارة الأفريقية، الهلال السعودي كبير القارة الآسيوية وكبير الأندية السعودية، والعين الإماراتي فريق كبير جدا في الإمارات، وأيضا كما ذكرنا الترجي أيضا كبير القارة الأفريقية والوداد. فعملية المشاركة بالنسبة لهذه الأندية تعتبر هامة جدا لأنها هي فرصة أولى لهم للمشاركة في هذه البطولة التي ستضم 32 فريقا لأول مرة، سيكون هناك تنافس، سيكون هناك تصور أنت تكون مباراة قوية بين الأهلي أو الهلال مع ريال مدريد مانشستر سيتي، يعني متابعة جماهيرية. بالنسبة للجماهير أكيد ستكون موجودة بأعداد كبيرة، عليها أن تختار عملية بعد أن تشاهد أين يلعب فريقها، ثم التنقل بعد ذلك سيكون إما ربما بالسيارة أو بالطائرة، ستكون أجواء بالتأكيد. كبيرة ربما ستحضر أنت الحسن وأنت سنذهب سويا، يعني سويا. ربما نحضر وحتى واحدة من هذه المباريات قريبة. هناك مباراة ومجموعة ستلعب في واشنطن هنا في ملعب أودي قريب هنا العاصمة الأمريكية واشنطن، ستكون مباريات مهمة، نتمنى أن يكون أحد الأندية العربية موجودا هنا أكيد. وأيضا ميت لايف الذي شاهدنا قبل قليل من أكبر علما بأن مباراة الدور النهائي ستدور في نيوجيرسي الحسن، هذا الملعب الذي أيضا هو من الملعب التي ستكون موجودة في كأس العالم 2026 وملعب مهم وكبير جدا. عظيم، شكرا جزيلا نزار لك حل الزميل المنتج في غرفة أخبار الحرة، شكرا لك. شكرا. أصدرت وزارة العدل الأمريكية تقريراً أكدت فيه استخدام شرطة ممفيس القوة المفرطة والتمييز ضد السكان السود والأشخاص ذوي الإعاقة. التقرير جاء عقب تحقيق مطول بدأ بعد وفاة الشاب الأسود تاير نيكولز الذي قتل على يد الشرطة في يناير من عام 2023. وأوضح التقرير أن الانتهاكات لم تقتصر على البالغين بل شملت الأطفال، حيث تعرضوا لمواجهات عدوانية مع الشرطة، ودعت وزارة العدل إلى إصلاحات شاملة لإعادة بناء الثقة وحماية حقوق المواطنين. وكانت قضية نيكولز التي أشعلت اهتماما وطنيا بنمط تعامل الشرطة في ممفيس مع السود، مما أدى إلى فتح تحقيقات في الحقوق المدنية والاتهامات الجنائية للضباط المتورطين.
استضاف معهد الشرق الأوسط في واشنطن العاصمة معرضا فنيا بعنوان أعلى من صوت القلوب، الذي يتضمن أعمال 10 فنانات من العالم العربي وإيران، يجسدن صمود المرأة وقوتها وجمالها، إضافة إلى إبداعها في مواجهة تحديات كبيرة. أعلى من صوت القلب، عنوان لمعرض صور فوتوغرافية يستضيفه معهد الشرق الأوسط في واشنطن ضمن معرض الفنون التابعة له. هو معرض كتير مميز، وكل مرأة من الشرق الأوسط أو مش من الشرق الأوسط، مش ضروري كمان، بتقدر تجي وتلاقي شق من حياتها بواحد من الأعمال. المعرض الذي يضم أعمال 10 مصورات من دول عربية وإيران يسلط الضوء على حياة النساء من هذه الدول وإبداعاتهن وتجاربهن المتنوعة. نحن دايماً بنعمل معرضين 3 بالسنة، وبيكون مواضيع مهمة للشرق الأوسط، بس كمان مهمة إلنا تنمرق مسج مهم للأودينسز هون بواشنطن دي سي. كما يلقي المعرض الضوء على معاناة النساء وصمودهن في زمن الحرب والتهجير ودورهن المهم في التعامل مع تبعات الحرب. معظمهم بيحكوا عن إمباكت الحرب والكونفليكت على المرأة بالشرق الأوسط، وكيف دايماً هي بترجع بتوقف وبتركب حياتها وحياة الناس اللي ديبندنت عليها هي. ومن شأن معرض أعلى من صوت القلب أن يعزز فهم مرتاديه لأهمية الأعمال الفنية التي يضمها، وطريقة تحويل الفن إلى رسالة إنسانية وقوة دفع باتجاه التغيير المجتمعي. عنا شغل من لبنان، من فلسطين، من جوردن الأردن، من السعودية، من مصر، ومن اليمن، ومن إيران. عم بيحكوا عن أشياء كتير شخصية، بس هي مرتبطة بمواضيع جلوبال، قصص عميقة، وبتحكي عن أشياء مهمة مثل الحرب، مثل الديسبليسمنت والشتات، الأوبريشن وباترياركال سوسايتي. كل هدول الأشياء عم ينحكى فيها بطريقة فنية على مستوى عالمي. I think it shows women's strength. But certainly also suffering. Looking at these, it certainly conjures the destruction, but also what the art makes of that destruction is beautiful at the same time. So it's very contradictory. I found the exhibit to be really powerful, moving. It moved me emotionally, almost heartbreaking in a way, and bittersweet. You know, it would be great if women of color like this could all empower each other from all over the country that shares the same experience with these women, and we could form a great group to express to a younger generation of color how women of color can continue to empower women and appreciate each other and our story, whether we speak the same language or not. Because at the end of the game, guess what? We have the same pain. إذن مشاهدينا، ملفات عديدة ناقشناها في أمريكا هذا الصباح. شكرا لكم على كرمي وطيب المتابعة. إلى اللقاء.